فين يا محمد بيه؟ قاعد بتفرج عليك. طب زي ما ازاي يعني؟ ما احنا عاملين لنا مش كده. اتفضل يا محمد بيه، اتفضل اتفضل. احنا يعني ما قربناش قوي على الختام، انا لسه معانا يعني عدد كبير حقيقه من الابطال لسه ما اتكلموش. يعني انا عايز دكتور رفاق، عايز اي حاجه؟ اتفضل. سؤال لأستاذنا الجميل أحمد شحاتة، تقدر تقول لي معايا ولا معاك؟ عادي معاك. تقدر تقول لي من الفائز الأكبر في هذه الندوة؟ أعتقد إنه يا أحمد بيه، سيد اللواء أحمد، الفائز الأكبر في هذه الندوة اللي ما عندوش معلومات كفاية عن جوزيف أكتوبر وبيستمع للابطال. وبعدين فكره ان احنا نبقى نحاول الابطال وجها لوجه، دي مساله مش هينه يعني. يعني ده بطل اتى 40 صبوري، وده بطل اتى 30 صبوري، وده بطل يعني فكره انه الصهاينه دول مش هم العنقاء الحاجه اللي ملهاش حل يعني. يعني هم حتى في غزه بقالهم سنه في غزه ما قدروش يحققوا ولا هدف من غزه. ضربوا واغتالوا حسن نصر الله واسماعيل هنيه وما عملوش اي حاجه. لما حاولوا يخشوا بر امبارح في لبنان، اي مواجهه مباشره دول اجبل من الفلاني. هو 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 يطلع بالطياره اف 35 احدث طياره في السوق ويضرب الكلام ده زي ما كان بيعمل معانا بالظبط. البطل محروس رزق الله، اتفضل حضرتك. انا بس بستعزم بقى ان احنا، لانه انا شايف العدد قل. لو ما طبعا انت لازم تتكلم في الاخر، لان انت يعني انت بتاع اكتوبر الترتيب بتاع كمان شهر. انا عارف طبعا انت في داموس. يعني انا بستعمل كل حد من الابطال، يا ريت خمس دقائق لو تكرمتوا، يا ريت لو تكرمتوا، بحيث ان احنا يعني لا نغفل على الناس. اتفضل اتفضل. عشان انا اي واحد لازم اتكلم معاه. لا هتلحق هتلحق ان شاء الله. مساء الخير. محروس رضا عطا الله، كنت ضمن الكتيبه 645 فهد عز الله. فهد صاروخ الودكا اللي هو كان مفاجاه حرب اكتوبر. صحيح انا اتفرجت على فيلم قالت ان صواريخ سجر جعلت من سيناء مقبره للدبابات. والحمد لله كان فعلا اثبتنا وجودنا، واكثر من كده ان احنا عملنا تعديلات على هذا الصاروخ. الصاروخ جالنا واحنا في سلاح المظلات. انا حصلت على اول فرق صواريخ سنه 69، وابتدينا نطور الصاروخ، وكنت انا واحد من الذين قفزوا الصاروخ المظلات، وكانت تجربه فريده من نوعها ما حصلتش حتى في الاتحاد السوفيتي اللي هو مصنع للصاروخ. احنا عملناها بفضل الخبراء والقاده بتوعنا، عملوا حوافظ مخففه للصاروخ، وفعلا قفزت بالصاروخ وكانت تجربه ناجحه. وبقى الصاروخ بدل ما هو سلاح دفاعي اصبح سلاح هجومي بفضل التطوير اللي احنا عملناه. وبالتجربه دي انا حصلت على نقطه التدريب العسكري من رئيس الجمهوريه. انا كنت من اللي عبروا في الدفعات الاولى طبعا اكيد مع كتبتي، وكنت لازم اعبر في اللحظات الاولى عشان امن باقي القوات اللي هتعبر بعدي، واصد اي هجوم محتمل من دبابات العدو. احنا كمظلات كنا بنعمل إبرات وكمان على تجمعات دبابات العدو، والحمد لله ربنا أكرمنا وكبتنا العدو خسائر جامدة، وربنا أكرمنا ب 13 دبابة بس، وحصلت على وسام الجمهورية العسكري من السيد رئيس الجمهورية. شكرا. حسن حظي انه عندي كتاب كمان اسمه صايد الدبابات. الكتاب اللي هو محمد ربيع جاي نسخه منه. الحقيقه انا اتكلمت عن ثلاث ابطال بس، محمد المصري ومحمد عبد العاطي ونعم العاهل. وكل واحد فيهم عامل سكور ما شاء الله. محمد المصري عنده 27 دبابه،
ابراهيم عبد محمد عطا عامل 25 دبابه، ابراهيم عبد العال عامل 18، الكابتن محروس عامل 13، يعني احنا عملنا حقيقه اعلى سكور في تدمير دبابات عدو عمله الجندي المصري.